نحن لما تعرفنا على بعض بس انه انا بامل وهو بالقوات اللبنانيه وانتهت القصه عند هون. يعني مثلا ولا مره انا قلت له انتوا قتلتوا، ولا مره هو قال لي انتوا قتلتوا، ولا مره مثلا حكينا بهاي الامور. ليه؟ لانه يمكن هاي الامور بدها يعني بدها تتوصل، اكيد بتوصل لخلاف. Am I beast or am I human? Am I just like you? Power seething, really reeling, reaching out for you. Am I demon? I need to know. الحياة اليومية للمقاتلين شو كانت؟ إنه أول شيء كانت هي عبارة عن نوبات حرس. صح. نوبات حرس يعني متواصلة. اللي بيجي بيرتاح مثلا مثل ما قلنا بيريحوا بعضهم، بتنقلوا عن بعضهم، بيكونوا عاملين مثل موقدة برميل وحاطين بقلبه حطب وحاطين عليه بريق شاي على الحطب، واذا بدهم بيشوا بطاطا يعني هالامور هيدي. ومثل ما قال لك مثلا لما ببلش العيط مثلا نحن بنعيط لهم وهن بيعيطوا لنا، بس كيف انه على طريقه مسبات او يعني شيء او نقاش مثل ما قلنا جدل بيزنطي بس على صوت عالي. Out for you. Am I demon? I need to know. يعني ناطور على خط التماس. برافو عليك. تما يجوا لينا وتما نروح ليون. ناطور على خط التماس. نواتير قبل بعضهم. عرفت كيف؟ هذا كان السياج. كل واحد موظف هاي الوظيفة. عرفت كيف؟ يعني انت عندك 3 ساعات حرس لازم تخلصهم، ممنوع تطلع من موقعك قبل ما تخلصهم. يصير في استفزازات اوقات، يصير في قواس، يصير في كب انابل، انه هاي طبيعيه. بس وين يجوا؟ هيك بمترس وهيك بمترس، يجوا بالنص. بس هودي كب الانابل والقواس هول تسليه. تسليه يعني هلا اكيد انه في ناس تموت فيهم. لا مش لا، بس انه هي لتسليه. يعني مثلا الشباب زهقانين اليوم يقوموا بيولعوا، مش هيك؟ زتوا رشق يقوسوا رشق على دشمه شو اسمه، هو يرجع هن يردوا يلا بلش برشق رصاص، اخر شيء تنتهي بال106 وحتسي ولا حرج. ايه هؤلاء كلهم كانوا اذا بدك بلا طعمه، هؤلاء ما لهم اي معنى كان، لانه كان خطوط التماس مرسومه. يعني وكان صار معروف انه الغربيه غربيه والشرقيه شرقيه، ومش رح يكون في حدا يقدر يقتحم حدا. هؤلاء كانوا هيك مناوشات للتسليه بلا طعمه، دون اي فائده يعني. يعني كانت اللي بيروح هون يروح ببلاش.